أيها الجيل هات يا شم فعالا كالجمان، نحن توق للأفاعيل الحسان. العمل للدين مسؤولية جميع الموحدين، ليس في ميدان الصراع مع الأعداء مقاعد للمتفرجين. كل عليه أن يبذل الطاقة ويعقل الناقة من الحراب إلى المحراب. ذو القلم بقلمه وحاله، لا خير في الأقلام إن أضحت حليا كالأساور. ولي قلم في أنملي إن هززته فما ضرني ألا أهز المهندا. وذو اللسان بلسانه وإن عجز فبسنانه، فإلا أكن فيكم خطيبا فإنني بسيفي إذا جد الوغى لخطيب. وذو المال بماله وحاله، إن لم أجر بها الخميس فطالما جهزت فيها بالنوال خميسا. ترك الإنفاق في سبيل الله سماه الله تهلكا، أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكا. وما بالتمني تنال المنى ولا بالترجي تنال العلا، من يطلب العز لا يبخل بموجودي بل يقطع البيد بعد البيد للبيد. أيها الجيل قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. ديننا الوضاء ثارت حوله غبرة من شبهات المبطلين، من يد ترميه في رأد الضحى ويد ترميه من خلف الدجون. الغارات شعواء شبهات وأهواء، ما لها إلا العلماء. يا أيها العظماء يا علماءنا، رصدا لحركة الثائرين على الدين وصرعا لباطلهم بالحق المبين. في حبل الوتين هزوا القرى من كهفها ورقيمها، أنتم لعمر الله أعصاب القرى. أيها الجيل من خان أول منعم عليه لن يفي للأصحاب، ضارع الأبرار بعمل التواب الأواب، فالفعل لمضارعته الإسم فاز بالإعراب. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وانظر لنفسك من تصاحب يا أبي، ليس الصحيح دواؤه كالأجربي. أيها الجيل من سمع بالدجال فلينأ عنه، احذر الهوى وأهله في موقع أو قناة أو كتاب أو صحيفة، فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة. أغمض عما سطروه عينيك، وضم عن مواقعهم يديك، وأصمم عن سماع أقوالهم أذنيك، لئلا يغمسوك في ضلالهم فيهلكوك. إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر بواديها على حالي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويا ولي أمر الفتى والفتاة، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه، فطفل الفارسي له ولاة بأفعال التمجس دربوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. إن التهاون في اختلاط الصغار يؤول إلى اختلاط الكبار، وبذلك يكون الدمار. تذوب الغيرة وينعدم الحياة، ويتأنث الفتى وتسترجل الفتاة وتتناسل الأخطار. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، مهما استطال بجنده العادي الظلوم مآله لهزيمة ومذلة. العدل ينصر أهله والبغي يصرع خذنه، والله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قل لمن يأبى إلى الحق استماعا، هكذا يقتلع البغي اقتلاعا، هكذا ينتفض المظلوم حتى يرحل الظالم أو يبدي انصياعا. ليت من يسرف في الغفوة يصحو ليرى صرح الهوى كيف تداعى، وتونس فانظرا تزدد يقينا، فما الخبر المعنعن كالعيان. المنافقون خنجر في الظهر لا يوسد لهم أمر، ولا يؤتمنون على سر، من ائتمنهم فقد خان وخالف صريح الكتاب والأثر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فاحذرهم، فأعمالهم دلت على أنهم حمر، فإصلاحهم هدم وتثقيفهم عمى، طهارتهم رجس ومنطقهم هجر،
فلو قيس إبليس بهم وهو شيخهم لكان لهم شران وهو له شر. أيها الجيل يا من تعمل للدنيا لن ينفعك فما تعمل أرضاك غدا تصلاه نارا فيها تتقلقل تعمر في دار فناء تهدم دار المستقبل وتضيع العمر الغالي وبك الفترة لن تقتل كم سترائي وترائي وتخادع أفلا تخجل إن الله عليم لن تخدعه أو تستغفل فغدا إن لن ترجع عن غيك للرشد وتعقل ستنادى بنداءات يوم على الله جوال تذكر.